ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أرفكس في النظر يومي الأسواق اليوم 4 نوفمبر 2020. وفي متابعة لمسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما نلاحظ التقلص الفارق بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن في عمليات التصويت وفرز الأصوات، مع ملاحظة حصول بايدن حتى الآن على 238 صوت في المجمع الانتخابي مقابل 213 صوت لصالح دونالد ترامب. ولكن بالرغم من تقدم جو بايدن، إلا أن الولايات المتأرجحة أو السوينج ستيتس التي سوف تكون هي الفيصل في تحديد الرئيس المقبل، ونلاحظ أن ترامب هو الذي يسيطر عليها، حيث يتقدم دونالد ترامب في ولاية ويسكونسن وميتشيغان وبنسلفانيا ونورث كارولينا وجورجيا، تلك الولايات يتقدم فيها دونالد ترامب وهي تحظى بعدد أكثر من الناخبين في المجمع الانتخابي. ولذلك في حال تم تأكيد تقدم ترامب وحصوله على أغلبية الأصوات في تلك الولايات، سوف يكون ذلك قرار نهائي بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويبقي على السياسة الأمريكية دون تغيير خلال الفترة المقبلة. ولكن من الناحية الفنية، نلاحظ استقرار التداولات مؤشر الدولار عند 93.90، وبطبيعة الحال نشهد المزيد من التقلبات في الأسواق حتى الإعلان عن الرئيس الأمريكي وتنصيبه في حفلة تنصيب يوم 20 يناير المقبل. وكما أشرت، من المرجح أن يفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنظر إلى الإحصاءات الحالية، ويبقى الوضع هو كما هو عليه من ناحية السياسة المالية أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بشكل عام نتوقع أن يشهد الدولار تقلبات عنيفة، ولكنه قد يعود للهبوط في حال الإغلاق الأسبوعي أسفل مستويات ال 94، أما في حال الاستقرار أعلى مستويات ال 94.30، من المتوقع أن يتم اختبار المستويات ال 94.80، أو بمعنى آخر استقرار النطاق الحيادي الحالي. أما بالنسبة لتداولات اليورو دولار، ويجري تداول الذهب حاليا عند المستويات 1.1668، ولكن من المتوقع أن نشهد المزيد من التراجع بالنسبة لتداولات اليورو دولار، وذلك مع اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى تقديم المزيد من حزمة التحفيز المالي بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وانزلاق معدلات التضخم إلى النطاق الانكماش للمرة الأولى منذ عام 2016، مقارنة بهدف المركزي الأوروبي عند 2%. ولذلك ضعف اليورو سوف يكون هو الأبرز بغض النظر عن ضعف الدولار الأمريكي أو قوته. أما بالنسبة لتداولات الاسترليني للدولار، والذي شهد تراجعات حادة مقربة المستويات 1.3137 بالتزامن مع التقلبات القوية التي يشهدها الدولار الأمريكي، من المتوقع أن يتلقى الزوج دعم قرابة المستويات 1.2870، قرابة خط الاتجاه الصاعد على الطور الزمني 4 ساعات. ولكن من المتوقع أن في حال كسر هذا خط الاتجاه أن يسجل الزوج المزيد من التراجع إلى المستويات 1.27. بالنسبة لتداولات الدولار ين، وسجل الزوج ارتفاعات قرابة 105، ولكن بشكل عام تظل النظرة الإيجابية في حال استقرار التداولات أعلى المستويات 104. من المستبعد أن يتم كسر تلك المستويات الحالية في حال فوز ترامب، ولكن في حال كسر تلك المستويات قد نشهد تراجعات عنيفة يتم استغلالها لبناء تمركزات شرائية. أما بالنسبة لأسعار المعدن الأصفر، وفي حال تحقق سيناريو فوز ترامب المنصب الرئاسي، متوقع أن يعود الذهب للارتفاع في ظل استقرار الوضع من الناحية الأساسية واتجاه البنوك المركزية إلى السياسة التسهيلية. ويمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل في التغطية الحية التي كانت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صفحة أوربكس للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول السياسة المتبعة من الناحية المالية والنقدية بالنسبة لأسعار المعدن الأصفر وأسعار الدولار الامريكي. ولكن كما نلاحظ على الاطار الزمني اليومي، بالنسبه لتداولات مؤشر الداو جونز، اعاده الاختبار المتوسط المتحرك اليومي 200 في سيناريو مشابه لما حدث في نوفمبر 2016 وفوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب، تم اختبار المتوسط المتحرك اليومي 200 والارتفاع منه صعودا، ولذلك الاستقرار اعلى يدعم المزيد من الارتفاع الى مستويات 28900. كانت هذه نظره سريعه للاسواق، تمنيت لكم بالتوفيق والسلام عليكم.